ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى جيت قبل الدراسه كده عشان نعمل تنظيف بشره. جيت اعمل جلسه ديرما بن عند نيره في السنتر، وهوريكم دلوقتي الخطوات وهقول لكم هي المفروض تعمل ايه في البشره. ده وشي قبل، شايفين وشي قبل؟ وشها قبل. سلمي عليهم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده بنصور مع السوبر مامي عشان هتعمل ديرما بن، وهنعمل لها حاجات كده بقى تفتح البشره من البحر والشمس والهيصه بتاعت الصيف دي. فهي حابه بقى ان هي تفرقوا على الخطوات، فهنوريكم النهارده ان شاء الله السيشن هتمشي ازاي. اول حاجه عملتها انا غسلت وشي بس بالغسول، دي الخطوه اللي انا عملتها دلوقتي، ويلا بينا بقى نبتدي على طول. يلا بينا. اول حاجه هنشتغلها معايا ان احنا هنحط لها البلودوكاين عشان ما تحسش باللي احنا هنعمله. فاحنا هنستخدم البرودوكين الاول، نوزعه على بشرتها كويس قوي علشان نشتغل في الاماكن اللي احنا فيها تصبغات، نشتغل فيها بدقه شويه. فهنحط لها برودوكين. دلوقتي حطينا البرودوكين على وشي عشان يسك، يعني بنج يعني، وهنبدا بقى دلوقتي هتقول لكم بقى الخطوات اللي هتعمل. دلوقتي احنا هنشتغل جلسه يكون فيها وايتنج علشان خاطر الاماكن اللي فيها تصبغات. احنا دلوقتي بنعمل ديرما بان بس مش فيش ميزو سيرابي خالص. ميزو سيرابي ده بيكون فيه حقن، ولكن احنا دلوقتي بنشتغل ديرما بان، فده مش بيكون فيه اي نوع من انواع الحقن، لان احنا جهاز الديرما هو اللي بيوزع. بصوا يا جماعه، ده امبول بحطه على بشرتها بس كده. حرفيا، ده غير ان هي بتعالج مسام واسعه وبتعالج التصبغات، الاماكن اللي بيكون فيها تصبغات، زائد ان هي بتشد البشره، فيعني هي حاجه رايحه فين؟ ماما عايزه رد الحيويه زي دي، والنبي نديديني الحيويه زي دي. نهتم قوي بالاماكن اللي بيكون فيها تصبغات، وطبعا الدم اللي انتوا شايفينه بيطلع ده طبيعي جدا. حاسه؟ لا قوي. لا مش قوي. لا مش حاسه، مش بوجع، بس حاسه انتي لازم تصوري النتيجة بعد يومين. على فكرة انا هاجي اصورك. جميل. الخد بعد ما عملناه ده بيكون الشكل عشان الناس ما تتخضش. طبعا هي لابسه طرحه، بس في العادي انتي مش بتكوني لابسه طرحه اصلا، عشان خاطر يعني السيشن تبقى فيها تلوث، فما ينفعش بلاش طرحه واحنا بنبقى ملبسينك بونيه كده. ولكن هي طبعا عشان التصوير، عشان شعرها ما يبانش، فهي لابسه الطرحه بتاعتها. فاحنا دلوقتي هنقفل الفيديو ونخلص بشرتها فعشان تقلع الطرحه براحتها، وبعدين نرجع لكم تاني نوريكم النتيجه بقى. بصوا بقى ده شكل البشره. انت مبتسمه، ابتسامتك باينه ان هي فيك، هي موجوعه بس حاجه بسيطه قوي، يعني حاسه بحرقان كده، وده طبيعي جدا. فده الشكل بقى عشان خاطر ايه الدم اللي طالع ده. فاحنا دلوقتي بقى المفروض ان احنا بنحط مضاد حيوي، وبنقول لها على الروتين اللي هي هتمشي بيه ان شاء الله في البيت. كلمي عشان حاسه اعملي اي اشاره ما تبينش ان انت مخطوفه. يعني مش قادره اتكلم. ده كده شكل وشي بعد ما خلصت الجلسه. حطيت بس مضاد حيوي على وشي وسبته لما اتشرب خالص تقريبا ساعه. ده شكل وشي. ما حطيتش ميه خالص، الميه بتخلي وشك حرق جدا، فما حطيتش ميه. انا مسحت بس وشي مكان الدم بمنديل كده فيه شويه ميه، يعني منديل مبلول بس. وبعد كده حطيت مضاد حيوي وسبته لما اتشرب خالص.
ولمده 3 ايام ممنوع غسول، ونحط بس مضاد حيوي لمده 3 ايام بس كده. وشي في الحقيقه على فكره الكاميرا مختلفه برده، وشي في الحقيقه مختلف عن يعني حاسه ان هو في نضاره كده وصافي شويه وبس كده. تعالي يا نيره سلمي عليهم. عايزاكم تبقوا يعني تشوفوا النتيجة وكده. هي النتيجة طبعا مش باينة في الفيديو، بس هي الحقيقة رهيبة صراحة، رهيبة قوي. أنا آخر واحدة تعمل الترند، بس عايزة أقول لكم إن هو يستاهل إنك تجربيه. إحنا اشتريناها من بره وكانت طعمها مش حلو خالص. إحنا اشترينا 4، هنعمل النهاردة كل الكمية اللي هتشوفوها في الفيديو دي بتمن 4 وحدات اشتريناهم من بره. يلا بينا دلوقتي دوسي لايك على الفيديو ده، وخلينا نبتدي على طول نعمل البامبوزة. طريقه سهله، وعلى فكره الميكس بتاعها تحفه، يعني هي طعمها خطير، فجربي تعمليها في البيت وما تشتريهاش من بره. يلا بينا نبتدي على طول. انا هستخدم النهارده 3 مكونات من الفاكهه، يعني هستخدم 3 انواع من الفاكهه، مانجا وتفاح وموز، اختياري طبعا. عايزه تزودي الموز اكتر من التفاح، عايزه تقللي التفاح شويه اللي تحبيه، بس انا استخدمت النهارده الكميه دي هعمل بيها 11 واحده من البامبوزه. عايزه اقول لك ان العلبه كانت ما شاء الله مليانه وعلى قد الفرد الواحد، يعني ما تكبريش العلب اللي هتعملي فيها، علشان هي يدوب الحجم الصغير ده بيبقى حلو قوي، عشان ما حدش يعني يتبقى منه حاجه. فخليني اقول لكم ان انا غسلت الفاكهه كويس قوي، المانجا والموز والتفاح، ومعايا كمان ليمونه. هقطع التفاح بالشكل دوت مكعبات، يعني ما تكونش كبيره قوي وما تكونش صغيره قوي، مكعبات وسط كده، وهحطها في بول على جنب. بعد كده هقطع الموز. الموز انا هستخدم تقريبا، استخدمت من الموز اللي محطوط ده بقيت منهم واحدة بس، يعني انا استخدمت 3 موزات تقريبا. هقطع برضو الموز بالشكل اللي هتشوفوه دوت، وبعدين اضيفه على التفاح بس كده. عندي هنا بقى الليمونة، هعصرها على الموز والتفاح لما احطهم في البول على بعض، علشان ما يغيرش لونهم بس لحد ما انا اخلص باقي الوصفة. فالخطوة دي مهمة جدا عشان التفاح والموز ما يسمروش منك شوية. هعصر بقى الليمونه وهقلبهم كويس واركنهم على جنب. نيجي بقى للمانجا. المانجا انا عندي هنا استخدمت مانجتين كبار، واحده هقطعها مكعبات علشان تبقى على الخليط بتاع الفواكه، وواحده تانية هعمل بيها عصير. بس انا عملت حاجه تانية واحنا بنقشر المانجا بيطلع معانا كده من لحم المانجا في القشر اللي بتقشريه. فلو المانجا مش خضره والقشره بتاعتها صفره ومسكره كده، فممكن نفرم القشره بتاعت المانجا في الخلاط مع شويه من اللحم بتاع المانجا، بيدينا عصير حلو جدا، وبعدين نصفيه مفيش مشكله خالص. يعني بدل ما تهدري لو انت بتقشري المانجا جه معاكي في القشر مثلا لحم كتير، اعصري القشر بتاع المانجا مع كام قطعه كده من المانجا، هيديكي عصير تحفه وتصفيه عادي جدا. وده اللي انا عملته، قشرت كده المانجا بطريقه عشوائيه، يعني علشان انا كنت محتاجه ان انا مرميش القشر. خدت القشر كله حطيته في الخلاط وسبت عليه شويه ميه، ودلوقتي هقطع مكعبات المانجا. انا قطعت تقريبا المانجا الواحده، وقطعت الثانيه كمان خدت منها تقريبا نصها برده مكعبات عشان اضيفها على الميكس بتاع الفاكهه يعني. وكل اللي انا عملته بس في الخلاط هو نص مانجايه على باقي على القشر بتاع المانجتين، واداني عصير طعمه تحفه وتقيل ويجنن، هتشوفوا دلوقتي. قطعت كده بصوا مكعبات. طب ممكن يا عفاف نعمل بامبوزه بالمانجا بس؟ ينفع جدا، يعني ينفع ان انت تحطي مثلا مانجا بس هو التفاح بيدي طعم حلو جدا كده. حطيت الموز والمانجا والتفاح، حطيتهم على بعض، وعصير النص الليمونه او الليمونه هعصرناه في الاول على الموز والتفاح. قلبت الميكس ده كله على بعضه، وحطيت 4 معالق سكر في الخلاط على شويه ميه صغيرين، لان انا عايزه عصير تقيل. البامبوزه بيبقى ميكس الفاكهه ده متقلب في عصير مانجا تقيل شويه، ما بيبقاش خفيف. فانا فرمت كده زي ما شفتوا، هنصفيه بقى دلوقتي. بس كده هصفي العصير، وده كده بالشكل ده تقيل، يعني التقل بتاعه كده كويس. هنزل بقى بالعصير دوت على الفاكهه شويه شويه لحد ما احس ان انا خلاص مش محتاجه تاني، يعني ما تعوميش الفاكهه كلها في العصير، بيبقى عصير تقيل والفاكهه كده باينه وظاهره في العصير، ما بيبقاش شبه مثلا الكوكتيل بتاع الفواكه ان احنا نحط العصير بيبقى خفيف كده والفاكهه فيه، لا بيبقى تقيل يعني بالتقل ده كده، وبيبقى العصير مش كتير. فانا هنا هقلب وخلاص، انا كده مش محتاجه عصير تاني كده، تمام.
نيجي بقى للخطوه الثانيه اللي بتبقى بعد الفاكهه دي اللي بتتحط تاني طبقه، وهي الكريمه. انا هعمل معاكم كريمه اقتصاديه جدا، يعني مش هنشتري بقى كريمه سايله ولا كريمه لباني ولا حاجه من دي خالص، لان ال 200 مللي لوحدها اصلا ب 50 جنيه تقريبا. فانا عايزه اعملها لكم تبقى كريمه طعمها حلو جدا والقوام بتاعها هيجنن زي ما هتشوفوا، بس اقتصاديه. انا حطيت هنا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وحطيت عليه نص كوبايه من اللبن البودر اللي هي تقريبا 3 معالق كبار، ودول 3 معالق كبار من السكر البودر بس كده. حط عليهم ميه مش لبن، لان انا حاطه لبن بودر، فحطيت كوبايه ميه ساقعه وهقلب الكلام ده كله مع بعضه، والكوبايه ميه بالظبط ما حطيتش ميه تاني. هخفق كل ده كده، ولما يديني القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. الكريمه لازم تكون تقيله، ما تكونش خفيفه، علشان ما تقلبش على العصير او تحطيهم مع بعض، يعني ما تخلطش جوه كده، لا احنا عايزينها تبقى طبقه على الوش. اوريكم دلوقتي القوام بتاعها، وطلع طعمها خطير. عايزه اقول لكم اللبن البودر وتحفه جدا، بيخلي الكريمه غنيه قوي. لو عندك باستري كريم ممكن تحطي برضو معلقتين، هتبقى حلوه كده. خلاص انا خلصت، ده كده العصير بتاعنا اللي هو جواه الفاكهه، ودي كده الكريمه، وده القوام بتاعها، وطعمها تحفه طبعا وناعمه جدا. ونيجي بقى لاخر حاجه، نجيب الكوبايات بتاعتنا اللي هنحط فيها. ممكن تحطي في كوبايات عاديه جدا على فكره، بتاعت الشاي عادي، لو ما عندكيش اي بولات ممكن بولات غويطه شويه تكون صغيره، بس ما تحاوليش تعملي في حاجات كبيره، علشان تبقى على حد على قد فرد واحد ما يسيبش منه باقي. انا عندي الكوبايات الصغيره دي هعمل فيها، وعلى فكره مش صغيره يعني، طلعت ما شاء الله كبيره. حامله اكتر من النص بشويه من العصير والفاكهه بالشكل ده. بعد كده هنحط على كل كوب من دي واحده معلقه يعني كبيره من الكريمه. هحط معلقه كبيره من الكريمه وافرد بقى الكريمه واسويها. ممكن تحطي في كيس حلواني، بس انا ما كانش عندي وقتها، فقلت خلاص مش مشكله، انا هساوي بالمعلقه كده، معلقه صغيره بتاعت الشاي العاديه دي، هنقلب بيها ونسوي نسوي بيها يعني الكريمه على وش الكب. طيب عملتي كام واحده يا عفاف؟ عايزه اقول لكم ان انا عملت 11 كب، 11 واحده من الكبات دي، كانت كميه حلوه جدا ما شاء الله. والتكلفه بتاعتها يا جماعه والله بتمن 4 اشتريناهم من بره. هفرد الكريمه كده، وانا كده خلاص خلصت. اخر حاجه بنحطها هي بولت ايس كريم على الوش بس كده، بيكون ايس كريم فانيليا. انا كان عندي ايس كريم اوريو، فحطيت من كل على كل كب يعني بوله كده من الايس كريم. فميكس بقى الايس كريم مع الكريمه مع العصير والفاكهه، طبعا مش عايزه اقول لكم هي طعمها خطير بجد، يعني تستاهل فعلا انك تجربيها وتكلف فيها، بس يعني لو عملتيها في البيت هتلاقيها اوفر من بره كتير. تعالوا اوريكم شكلها ونشوف هنزينها ازاي. انا زينتها بثلاث طرق، حطيت على شويه كام واحده كده صوص من الشوكولاته على الوش، وكان شكلها خطير. حطيت على واحده تانية برضو صوص من الكراميل، وحطيت على اتنين باقيين شويه مكعبات مانجا، شلتهم كده عشان نزين بيهم في الاخر، فممكن تبقى بموزه مانجا او بموزه عليها صوصات، او تحطي لو عندك مكسرات مجروشه رشي على الوش كده او على الايس كريم، او ما تحطيش حاجه خالص، هي مش محتاجه بصراحه، بس ده للتزيين مش اكتر يعني، والطعم برضو. ايه رايكم في شكلها؟ جربوها هتعجبكم جدا. بصوا بقى، انت بتاخدي بالمعلقه كده بيطلع معاكي بقى فاكهه كده، مش في عصير خفيف، لا في تقيل فلازق على الفاكهه. ميكس الايس كريم مع الصوص مع الكريمه خطير، اتمنى فعلا تجربوها. لو حد جربها من بره اكتبوا لي في التعليقات عجبتكم ولا لا، ولو حد جربها في البيت قولوا لي برده في التعليقات عملتوها كده زي ما انا عملتها ولا لا، واكتبوا لي برده رايكم فيها. لحد كده خلص فيديو النهاردة، أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنونا إن شاء الله في روتينات جاية كتير. أشوفكم على خير، سلام عليكم.